بعد الغداء طلب السيد بولام من باربرا وسامانثا وإيميلي مرافقته إلى المكتبة، ولما كانت سامانثا لا تعرف أن وصية الميت تقرأ بعد دفنه عادة استفسرت عن سبب دعوتها، والحقيقة أنها لم تستطع أن تفهم السر الذي سيطلعها عليه السيد بولام، والذي لم يستطع البوح به في محادثتهما الصباحية، وكلمها الآن بصورة جدية: إنك أنت وأمك وإيميلي المستفيدون الثلاثة من وصية جدتك، ألم تحضري قراءة وصية قبل اليوم؟ فهزت سامانثا رأسها سلبا، وأضاف السيد بولام: هيا بنا إذن حتى لا نضيع مزيدا من الوقت. اتسمت مقدمة الوصية بالقصار والوضوح، وورد اسم إيميلي أولا، فأوصي لها بمبلغ 1000 جنيه علاوة على دخل سنوي مقداره 500 جنيه إلى حين وفاتها وحتى تصبح مستقلة، كما جاء في وصية ليدي دافينبورت حرفيا. ولشد ما ابتهجت إيميلي وأخذت تنقب في حقيبة يدها عن منديل تمسح به دموع التأثر، في حين ابتسمت لها سامانثا. أما باربرا فلم تعطي أي دليل على شعورها باستثناء نظرة استعلاء سددتها إلى إيميلي. وكم كانت دهشة باربرا عظيمة إذ جاء اسمها ثانيا على قائمة الورثة، فانحنت إلى الأمام وذاقت عيناها، وتساءلت سامانثا عما رأى السيد بولام في فضول أمها المتزايد. إلى ابنتي باربرا التي أورثتها الكثير، أوصي بميراث مقداره 10000 جنيه وظف معظمها في شراء الأسهم. وأطلقت سامانثا صيحة مخنوقة فيما استطرد السيد بولام يقرأ: ولها جواهر الأسرة التي تدر عليها مبالغ ضخمة إن هي احتاجت أن تبيع أيا منها، وأستثني من تلك الجواهر فقط لآلئ والدتي إذ ينبغي أن تقدم إلى سامانثا في يوم عرسها. نهضت باربرا من مقعدها وحدقت في المحامي بذهول فيما صاحت في وجهه ساخطة: هل هذا كل شيء؟ تفرس السيد بولام بالوصية ثم قال: أعتقد ذلك، أجل يا آنسة هاريت، هذا كل شيء يتعلق بك. فصاحت باستياء وضعف: ولكن هذا مضحك ولا يمكن أن يكون صحيحا، فماذا عن دافين، الأملاك، هذا المنزل؟ أجابها السيد بولام وهو ينظر إليها بقسوة: إذا كلفت نفسك عناء الانتظار بضع لحظات، تابعت قراءة الوصية، هل يمكنني الآن استئناف عملي؟ خفضت باربرا رأسها بعنف وتراجعت إلى الوراء، ثم أشعلت سيجارة بأصابع مرتجفة وانتظرت قراءة البند التالي. أما سامانثا فارتجفت: ماذا يعني كل هذا؟ وهل يمكن بعد ما قالته لها جدتها ألا تكون باربرا ممسكة بكل أطراف اللعبة؟ ورمق السيد بولام باربرا بنظرة استهجان أخرى قبل أن يستأنف قراءة الوثيقة. وأخيرا أوصي إلى حفيدتي سامانثا ببقية أملاكي بما فيها مسكن دافين وكل الأراضي المحيطة به. عندئذ شهقت سامانثا، لا شك أنها تحلم، وتابع السيد بولام قراءته: لقد أوصيت بالبيت لسامانثا علاوة على دخل يساعدها على صيانته، لأن ليس لها منزل تسكنه بعد وفاة والدها، وإذا حدث أن تزوجت باربرا ثانية فإنني واثقة أنها تفضل لابنتها أن تكون مستقلة عنها. وهتفت باربرا بحنق وقد انتصبت واقفة: لا شك أنها جنت، لا يمكن أن أقبل بذلك، فهي لم تعرف أن سامانثا قادمة إلا في الأسابيع القليلة الماضية. رد السيد بولام على ادعاءاتها: إنني أوافقك في جزء من أقوالك على الأقل، صحيح أنها لم تعرف أن سامانثا ستحضر إلى هنا، لكنها عندما عرفت حضرت إلي أثناء وجودها في لندن، ولم تغير الوصية لصالح الآنسة كينغزلي إلا قبل وفاتها ببضعة أيام. سحلت باربرا سيجارتها بقسوة، لقد خاضت معركة خاسرة مع نفسها، في حين عجزت سامانثا المذهولة عن المشاركة في الحديث، وحانت التفاتة من السيد بولام باتجاه سامانثا فيما تجاهل باربرا وانفعالاتها لحظة، ثم أخرج مظروفا من حقيبة أوراقه وقال: إن لك في عهدتي رسالة يا عزيزتي، طلبت إلي جدتك إعطائك إياها بعد وفاتها،
وأغلب الظن أن فيها التفسير لما حدث. وتذمرت باربرا بوقاحة وصوت عالي: ماذا؟ هل تحتاج إلى تعليل وتفسير؟ من الذي يحتاج إلى تفسير لكل ما حدث؟ إنني أعتبر كل ما حدث أغرب ضروب الخداع والمكر. وكلمها السيد بولام برقة: إنني لا أحمل لك رسالة لسوء الحظ، وإلى ذلك يا آنسة هاريت، أرجو أن لا يزعجك قولي أنك تسلمت ما يكفي من الميراث، وكثيرا ما أخبرتني والدتك عن كرهك لكل ما يتعلق بدافن. فأجابته باربرا وهي تفكر أنها تخلت عن سلوك السيدات وتصرفهن اللائق: لا يزعجني قولك أبدا، لكنني أعتبر ما حدث مروعا، فليس من العدل أن تقتحم هذه المخلوقة حياتنا وتغتصب. وأشارت بيدها إلى سامانثا، عندئذ تكلمت إيميلي للمرة الأولى: هذه المخلوقة كما تصفينها بوقاحة ليست سوى ابنتك. فصاحت باربرا في وجه إيميلي وهي تصب عليها جام غضبها: أصمتي أيتها العجوز المحبة للخصام، يا من حاولت الالتفاف حول والدتي بكلماتك المثيرة، لا تحسبي أنني غافلة عما فعلت. انتصب السيد بولام واقفا وقد رفع يده: كفى، إنك تنسين نفسك يا آنسة هاريت، وكلماتك تشير إلى فضيحة واتهامات، أرجو أن تحذري منها، ولو شاءت الآنسة إيميلي أن... ازداد وجه باربرا قبحا: أصمت جميعا، إنني أريد مقاومة هذا الوضع، ولا تظن أنني سأتوقف عند هذا الحد. فأخبرها السيد بولام وقد غضب هو الآن: إذا فعلت ذلك فستثيرين حولك عاصفة كبيرة من الضجيج، وستجعلك الصحافة هدفا لإشاعاتها، خصوصا وأن القضية تتركز حول اعتراض أم على وصية لأن ابنتها هي المستفيدة الأولى منها. ارتجفت باربرا وقد شل الغضب تفكيرها وصاحت: إنكم جميعا تضايقونني. كبت السيد بولام ثورته وخاطبها: أرجوك أصمتي، أما أنت يا سامانثا فهك رسالتك يا عزيزتي. أشكرك. نجحت سامانثا في نطق هذه الكلمة وأخذ رسالة من السيد بولام، إلا أنها فتحت الرسالة بأصابع مرتجفة بينما راقبتها أمها وكأنها تنوي أن تنتزعها من يدها وتطلع على محتواها. وجاء في الخطاب ما يلي: عزيزتي سامانثا، علي أولا أن أطلب المعذرة منك للأكاذيب التي لفقتها لك عند وصولك إلى إنجلترا، فلقد كان من الضروري أن تبقي هنا بناء على شروط باربرا، ولم أجد وسيلة أخرى لإقناعك سوى أن أضع مستقبلي بين يديك. لقد أثبتت أنك ابنة والدك في هذه الناحية، وإنني أحببتك من أجل ذلك، لكنني أقدم لك الآن منزلا لم تتوقعي أن تملكيه، آملة أن يعوض لك عن بعض المعاملة السيئة والتي لقيتها من أسرتي. لا تسمحي لباربرا أن تخيفك، وإنني واثقة أنها ستحاول ذلك عندما تطلع على وصيتي، لأنها وإن لم ترغب يوما في السكن في دافن فإنها تعرف قيمته الشرائية. والآن أنت تمسكين بالأوراق، فدافن لك ولا يمكن لأحد انتزاعها منك، وإنك الآن وريثة شرعية ولا حاجة بك للإدخار بعد الآن. وبوسعك زيارة إيطاليا العزيزة عليك متى شئت، والعودة إلى منزلك الخاص في هذه البلاد. وربما التقيت ذات يوم رجلا يشاركك حياتك، عندئذ لعلك تحبين أن تقيمي بعض السنة في دافن، وإنه من دوافع سعادتي أن أتصور أصوات الأولاد تملأ جنبات المنزل القديم، وجميع الغرف تفتح بدلا أن تكون متاحف مقفلة. قلبت سامانثا الصفحة بينما ذرعت باربرا الغرفة وقالت: حسنا، ماذا تخبرك؟ لا شك عندي أن كلامها عاطفي يثير الأحاسيس. تطلعت سامانثا إليها وقد تملكت بعض المناعة ضدها وضد انتقاداتها اللاذعة وقالت: إنه عاطفي فعلا، إلا أنه لا يثير اللعاب، إنه رائع وسأحتفظ به إلى آخر عمري. التقطت باربرا حقيبة يدها وتوجهت إلى السيد بولام: يخيل إلي أن بإمكاني الذهاب الآن، لا أرى مانعا من ذلك. والحقيقة أن السيد بولام تمنى لو تذهب. سارت باربرا نحو الباب ثم التفتت نحو الثلاثة بغضب وحقد:
إنكم جميعكم ضايقتموني. ونهضت سامانثا واتجهت نحو إيميلي مطيبة خاطرها. لا تكترثي لما قالته والدتي يا إيميلي، فإنها كانت في حالة إرهاق واهتياج وخيبة أمل. ردت إيميلي مبتسمة، لا عليك يا آنسة سامانثا، وإنني أسفة عليك أنت. لا تخافي علي، فإنني أحسن تدبير أموري. حسنا يا آنستي، سوف أراك إذن. ولما ذهبت إيميلي وبدأ السيد بولام بجمع أوراقه، عادت سامانثا إلى التفكير بأن كلمات والدتها لم تفاجئها قدر ما فاجأتها وصية جدتها. فتصرفات باربرا لم تعد تدهشها، رغم أن الغضب والحقد عندما يظهران على وجهها يخيفانها أحيانا. وأحست سامانثا أن عينيها غلورقتا بالدموع، إلا أنها كبتت مشاعرها ودموعها وراقبها السيد بولام قبل أن يقول: تذكري أنني قلت لك أنه لا داعي لخوفك وقلقك. ابتسمت سامانثا للرجل الكهل: هل يعني ذلك أنه بإمكاني البقاء هنا إذا أحببت؟ بالطبع، فهذا المنزل منزلك والأراضي أراضيك بكاملها، وليس بإمكان أحد انتزاعها منك، ولا مبرر لاضطرابك، لأن أمك لا تجرؤ على المخاطرة بالاعتراض على الوصية. إنني أعتقد أنها امرأة فاشلة ويائسة. عض السيد بولام شفته: وكذلك أنا، إنها تعاني من يأس وإرهاق كليين، أما الآن فأظن أن علي العودة إلى المدينة. حسنا، أيزعجك أن أبقى هنا بعض الوقت؟ فإن لدي كثيرا من الأمور يجب أن أفكر بها. طبعا، سوف أتصل بك خلال الأسبوع القادم لأشرح لك بعض التفاصيل. وحين خرج السيد بولام، أعادت سامانثا قراءة الرسالة من جديد، محاولة أن تفهم المسؤولية الجديدة والتي ألقيت على كاهلها، إلا أنها لم تستطع أن تفهم، وهي التي لم تعرف يوما معنى أن تملك نقودا تفيض عن حاجتها. وتساءلت عما سيقوله باتريك. هل أدرك أنها لم تريد أن تكون وقحة معه، بل حاولت ببساطتها أن تفهم لغزه، وتمنت لو يبقى لتناول العشاء. لقد تأكدت أن باربرا ستدعوه للبقاء، ولعلها عندئذ تجد فرصة للتحدث إليه بمفردها. وتساءلت عن موعد رجوع باربرا إلى لندن. هل ترغب في الإقامة هنا بضعة أيام؟ أما بالنسبة إليها هي، فقد قررت البقاء هنا مدة من الزمن ليتسنى لها الاسترخاء، والأمر الذي لم يتوافر لها منذ وصولها إلى لندن. ولما خرجت من المكتبة وجدت المكان شبه مهجور إلا من الكولونيل وينش، فسألته بدهشة: أين ذهب الجميع؟ انتصب الكولونيل وينش واقفا وكلمها بصوته الهادر: الحقيقة يا عزيزتي أن جميع الخدم عادوا إلى واجباتهم، أما أمك فقد صعدت إلى الطابق العلوي على ما أظن، في حين غادر السيد مالوري إلى لندن منذ حوالي ربع ساعة، أما المحامي بولام فقد ذهب معه. أحست سامانثا أن الأرض مادت تحت قدميها ورددت بحماقة: السيد مالوري ذهب؟ أجل يا أنستي، والحقيقة أنه انطلق بعد أن تحدث قليلا مع والدتك والتي عجزت عن إقناعه بالبقاء. أطلقت سامانثا تنهيدة حارة: يا إلهي. وحانت التفاتة رقيقة من الكولونيل تجاهها: هل هناك شيء يضايقك؟ أتوقع أن تكوني قد أرهقت نفسك اليوم. فصعدت إلى غرفتها ولم تدري ماذا ستفعل، فالمساء لم يقترب بعد، ولما لم تكن تعرف نوايا والدتها عجزت عن التفكير بما تعمل. لماذا لم تغادر باربرا مع باتريك؟ من المؤكد أنها كانت ترغب بمرافقته إذا كان يقصد المدينة. وأشعلت سيجارة ثم جلست في مقعد النافذة. لابد أن تتصل بباتريك الليلة، ولكن إن فعلت ماذا تقول؟ وشعرت بعجزها عن تبرئة نفسها، إذ لم ترى أو تحس بانفعالته المرتسمة على محياه. وربما كانت على خطأ أيضا، فمن المحتمل أن يكون قد غضب منها لسبب آخر. وسمعت طرقا خفيفا على الباب، ثم دخلت إيميلي وابتسمت للفتاة قائلة: لماذا تجلسين هنا يا آنسة سامانثا وتضيعين وقتك بالاكتئاب؟ تنهدت سامانثا: آه يا إيميلي، يخيل إلي أن كل شيء قد انتهى.
لكنني واثقة من قدرتك على قهر الصعاب. إنني أشاطرك الرأي، والأمر لا يتعدى كونه ضياعا وعدم دراية بما سأفعله. ماذا كنت ستفعلين؟ ها أنا ذا محاطة بممتلكاتي، ولست أعرف من أين أبدأ بتنظيم حياتي والتي طالما نظمها لي الآخرون من والدي إلى جدتي. وأخشى ما أخشاه أن أعيش هذه الفترة من حياتي دون هدف. فابتسمت لها إيميلي. ستنقضي هذه الفترة، وهذا أمر طبيعي للغاية، فلا تحاول استعجال الأمور لأن أمامك متسعا كبيرا من الوقت. وأرغب أن أعلمك بأن هناك بعض الحديث داخل المطبخ عما تنوين فعله بالمنزل وبالخدم. وكما تعلمين، توقع الجميع أن ينتقل الميراث إلى الآنسة باربرا في حال وفاة الليدي دافينبورت. ولما كان الجميع يعرفون أنها لا تحب هذا المكان، فقد توقعوا أن يتلقوا أمرا بالانصراف. أما الآن فهم ليسوا واثقين. هتفت سامانثا فورا. عليهم أن يبقوا طبعا. أرجو أن تطمئنيهم حول هذا الموضوع، ولا داعي لخوفهم لأنني لن أبيع دافين. خاطبتها إيميلي بارتياح. الحقيقة أنني سعدت عندما سمعتك تقولين ذلك يا آنستي، وأعلم أن هذا ما طمحت إليه جدتك. كانت على يقين من أنك ستحبينه كما أحبته هي. إنني أحبه، لكن هناك أشياء كثيرة ينبغي القيام بها، ولا شك أنني سأشغل نفسي لسنوات عديدة بالأمور التي أريد أن أعملها هنا. فعلقت إيميلي بمكر. ولماذا تريدين أن تشغلي نفسك لسنوات عديدة؟ فمن المؤكد أنك ستتزوجين عما قريب وتنجبين أولادا، أو تحسبين أنني لا أعرف أن عمرك يزيد عن 16 سنة؟ ألم أكن أنا في دافن عندما أحضرك إلى المكان وأنت طفلة؟ هل كنت هنا حقا يا إيميلي؟ أجل، وأذكر أن الليدي دافينبورت أقامت ضجة عظيمة حولك، ولشد من زعجت عندما حضر السيد جون وأخذك بعيدا. فتنهدت سامانثا بحرقة. كان هذا منذ زمن بعيد. أجل، إلا أنك امرأة ناضجة الآن، وبإمكانك أن تفعلي ما تشائين. هل هذا صحيح؟ أجبر الصوت البارد الساخط المنبعث من فتحة الباب المرأتين على الاستدارة لتجدا باربرا واقفة هناك. كم مضى عليها وهي واقفة في الباب؟ كم سمعت من حديثهما؟ وقالت لإيميلي: توقعت أن أراك هنا تملئين رأس الفتاة بأحلامك المجنونة. لقد قلت لك أنك عجوز حمقاء تتدخلين في كل شيء، ومن الواجب أن تخرجي من هذا البيت الآن وحالا. ولا شك أنك شجعت والدتي على ارتكاب حماقتها واستدرار عطفها على هذه الفتاة التي أجبرنا على استرجاعها وتبنيها. كنت أعرف أنك المسؤولة عن كل ما حدث لأنك تكرهينني. تجمد وجه إيميلي غضبا وحزنا، إلا أنها تمكنت من القول بهدوء: لم أكرهك يوما يا باربرا، إلا أنك كنت تغارين مني كما تغارين من أي شخص تفترضين أنه قد يخطف بريق الأضواء المسلطة عليك. وأعرف أنك لم تريد الاعتراف بابنتك، ولكن لماذا؟ هل كان ذلك لأنك أم غير طبيعية؟ أم لأنك خشيت أن تكبر ابنتك وتصبح جذابة فتخطف الأبصار المشدودة إليك؟ أصمتي أصمتي. لن أصمت، فأنا قد صمت طويلا حتى الآن. ولو علمت والدتك رحمها الله ببعض ما فعلته لانزعجت وهي في قبرها. عندئذ عبرت باربرا الغرفة وصفعت إيميلي بوقاحة على وجهها، الأمر الذي استدعى تدخل سامانثا فصاحت: إيميلي. هزت إيميلي رأسها: لا تضطربي يا آنستي، فأنا ذاهبة، لكنني سأرجع وأراك ثانية عندما تقل مشاغلك واهتماماتك. لا تستسلمي يا عزيزتي، فكل شيء سيكون على ما يرام. واستحثت سامانثا الخادمة بالخروج من غرفتها، وقد خافت من أن تصفعها أمها ثانية. ثم عادت لمقابلة باربرا التي قالت: حسناً، وماذا تظنين أنك ستفعلين الآن؟ هزت سامانثا كتفيها: لست أدري بعد، فإني أحتاج بعض الوقت للتفكير لاستجماع أفكاري. هو تتوقعين أن تفعلي هذا هنا؟ طبعا، فهذا قراري قبل كل شيء. يبدو أنك أنت التي تصوغين كل القرارات، أليس كذلك؟ لا أفهمك يا باربرا.
عقبت باربرا بحقد واضح فيما جلست على المقعد الطويل. لا أظنك تفعلين. فخاطبتها سامانثا وقد حاولت المحافظة على هدوئها. هلا تفضلت بالخروج. لماذا؟ إنك ابنتي قبل كل شيء. فأجابتها سامانثا بغضب. إنني ابنتك بالاسم فقط. حقا أرى أننا نزداد حقدا. ولمست سامانثا شفتيها الجافتين بلسانها. أرجوك لا تسببي شجارا بيننا. ولماذا لا؟ فأنا أرغب بهذا الشجار، وأعتقد أنني عشت شجارا طول هذه المدة. لا أفهم قصدك. باتريك، مالوري، إنك تتصرفين وكأنك تجهلين كل شيء. احمرت سامانثا خجلا وقد عجزت عن ضبط انفعالتها فيما أطرقت باربرا مغتاظة. أرأيت؟ لا أكاد أذكر اسمه حتى تحمرين خجلا. يا للسخرية، بحق السماء قولي لي ماذا تظنين أنك تعنين له؟ فسألتها سامانثا باقتضاب. إذا كنت لا تعتقدين أنني أعني له شيئا فلماذا تقولين أنك عشت شجارا معه طوال الوقت؟ سؤال حسن. الحقيقة يا عزيزتي أيتها الأفعى المعششة في صدري، إنه عندما غادر صديقنا المشترك هذا المنزل أعلن بوضوح أنه لا يريد الإبقاء على علاقة له بأية واحدة منا. صعقت سامانثا وصاحت. ماذا تقولين؟ أخبرني أنه يعرف عمرك الحقيقي وقد أعلن أنه ينبغي جلدي لأنني خدعت الجميع وأفسدت عليك سعادتك. والآن ماذا تظنين أنه قصد بملاحظته هذه؟ كادت سامانثا تبكي. لا يمكنني أن أفهم شيئا، وكذلك أنا. لكنك قلت له شيئا أزعجه، وقد أخبرني أن شركة أمريكية لإنتاج الأفلام عرضت عليه شراء حقوق نشر مسرحيته الأخيرة، وأنهم طلبوا إليه السفر إلى كاليفورنيا فورا إذا كان راغبا في ذلك. وأكدت لي ملامحه عندما غادر المنزل أنه راغب في ذلك من كل قلبه، وعليه أحسب أن كل منا قد خسر شيئا، أليس كذلك؟ ذهلت سامانثا وهتفت. لا يمكنني أن أصدق هذا. حقا إذن صحت شكوكي، ولا يمكنني أن أفهم كيف يسمح رجل من مستوى باتريك لنفسه أن يتورط معك ولو مؤقتا. ارتمت سامانثا على مقعد النافذة. ما قيمة خططها لتجديد وترميم دافين؟ ألم تفكر أنها ستفعل ذلك ليس من أجلها هي فقط بل من أجل باتريك أيضا؟ عندئذ استأنفت باربرا حديثها متندرة. حسبت أن ذلك سيخرجك من عالمك الوهمي، لكن ليس هذا كل ما في الأمر. وماذا يمكن أن يكون هناك أيضا؟ طرحت سامانثا هذا السؤال دون أن تكترث بنفسها. فمن المؤكد أن باربرا لن تستطيع أن تؤذيها أكثر من ذلك. إذا كانت علاقتها بباتريك قد انتهت لا يهمها الشيء. ماذا قالت لك والدتي في رسالتها التعليلية؟ هذا شأن خاص بي. أراهن أنها لم تطلعك عن السبب الحقيقي لإحضارك إلى لندن. رددت سامانثا. السبب الحقيقي لإحضاري إلى لندن. عندما علمت جدتي بوفاة والدي أسرعت إلى وضع الترتيبات لحضوري إلى إنجلترا. ابتسمت باربرا ابتسامة قاسية ثم ضحكت بوقاحة. الحقيقة أنني أنا فعلت ذلك، ولكن يا لك من فتاة بريئة يا سامانثا العزيزة. ووقفت باربرا ثم تقدمت من النافذة. الحقيقة أن جدتك العزيزة أحضرتك إليها لأنه لم يكن أمامها أي خيار آخر. تقلصت عضلات سامانثا وصرخت. كفي عن التحدث بالألغاز. ماذا تقصدين بقولك أنه لم يكن أمامها خيار آخر؟ أدارت باربرا ظهرها إلى النافذة وقالت: الحقيقة أن والدك وضع في وصيته شرطا يطلب فيه إعلامك بوجودي عند وفاته وبوجوب إحضارك إلى إنجلترا على أن أعترف بأنك ابنتي. أحست سامانثا بالدوار. ماذا تقولين؟ أجل يا حبيبتي، لقد حسبت أنك لم تعرفي هذا السر. ولكن كيف كان يمكنه أن يفعل ذلك وهو لا يملك أي ضمانات بأنك ستقبلين؟
التفتت إليها باربرا موبخة. ألم يكن عنده ضمانات؟ الحقيقة أنه كان يملك أفضل ضمانة ممكنة في مثل ظروفي. فصاحت سامانثا وهي تكاد تنفجر بكية. تابعي حديثك، ما هي الضمانة؟ لقد كتب والدك رسالة يصف فيها ظروف زواجنا وطلاقنا، مشيرا إلى التواريخ والأسماء وكل شيء آخر. ولا شك أنك منذ وصولك إلى هنا أدركت الأهمية التي تعلق على الصحافة في أوساط المسرح. هذه الفضيحة اللا أخلاقية كانت كفيلة باختفائي وانتهاء دوري، ولقد كان يعرف ذلك. وكانت الرسالة ستسلم إلى الأشخاص الملائمين في حال رفض الاعتراف بك. أغمضت سامانثا عينيها يائسة، إذ لم يكن هناك شخص أهين وأذل بقدر ما أهينت وأذلت. ثم استأنفت باربرا حديثها، ولسوء حظك نسي جون أمرا بسيطا، هو سنك، فهو لم يذكر شيئا عنك، ولذلك استفدت من الأمر وحمدت القدر على هذه الهبة البسيطة. والآن ما رأيك بجدتك العزيزة؟ أحست سامانثا أن دموعها أوشكت أن تسيل على خديها فهمست. لن يتغير شعوري أبدا، وأنا لا أهتم بأقوالك لمعرفة أن جدتي كانت تحبني. لا تنسي أنها تصرفت بناء على تعليماتي، فلو رفضت البقاء في إنجلترا لكانت القصة تنشر، لذلك كان من الواجب أن تبقي. وقد طلبت إليها أن تستعمل كل وسيلة ممكنة لمنعك من مغادرة البلاد، والواضح أنها أفلحت في مسعاها. عندئذ همست سامانثا بوهن، أظن أنك أبغض شخص التقيته في حياتي، فأنت لا تشعرين بالرضا إلا عندما يخر الجميع أمامك ويقبلون قدميك، أليس كذلك؟ كيف أمكنك أن تخبريني بكل هذه التفاصيل؟ كيف أمكنك ذلك؟ تجهم محيا باربرا، لأنك لم تسببي لي إلا الإزعاج منذ ساعة وجودك. مسحت سامانثا دموعها وقالت، وماذا عنك؟ ابتسمت باربرا ابتسامة متكلفة، أنا لدي عملي ومنزلي في لندن وأصدقائي، وحتى باتريك مالوري سيعود من كاليفورنيا آخر الأمر، وهو سينسى كل شيء لأن الرجال غالبا ما يفعلون، وربما تزوجته وأصبح زوج أمك. رفعت سامانثا ناظريها إلى والدتها، وماذا لو قررت أن أنشر قصتي في الصحافة؟ هزت باربرا رأسها واثقة، لن تفعلي يا عزيزتي، فالقسوة ليست من طبعك ولذلك لن تنجحي. وغلبت سامانثا على أمرها، إنها لن تفضح باربرا. أما الأخيرة فاتجهت نحو الباب مستأنفة حديثها، أظن أنني سأرتدي ملابسي وأعود إلى المدينة لأنني فعلت كل ما جئت لأفعله. راقبتها سامانثا تغلق الباب قبل أن تطرح نفسها على السرير وتستسلم للبكاء. وصحيح أنها شعرت بالشقاء من قبل، إلا أن هذا كان الظلم والعذاب بعينه، فقد تحطمت كل آمالها وأحلامها، حتى أن حبها البريء لجدتها لوث بكلمات باربرا القذرة واتهاماتها الشنيعة. ولم يعد هذا المنزل يعني لها السعادة، لأنه محاولة أخرى لإبعادها عن طريق باربرا وإسكاتها إلى الأبد. وجلست بعد برهة لتجفف وجهها، لأن الدموع ميزة الضعفاء، ولن تكون سامانثا ضعيفة بعد الآن. لم يكن أمامها مجال لتعمل أي شيء الليلة، ولكن غدا سترحل بعيدا. وارتفعت معنوياتها بعد أن اتخذت هذا القرار. كان بحوزتها بعض المال أعطته إياها جدتها لاستعمالها الشخصي، وهو كاف لإيصالها إلى أي مكان تقرر السفر إليه. وعندما تصل إلى هدفها ستجد عملا، وستنسى أنها عرفت والدتها وجدتها وحتى باتريك مالوري. ولكن أين تذهب؟ لم تعرف إلا القليل عن إنجلترا، ولم يكن لها أصدقاء هنا. أما في إيطاليا فبينيتو ينتظرها. ثم تذكرت ماتيلد، والتي قالت أنها تستطيع الاتصال بها وقت الحاجة في منزل شقيقتها في رافنا. إنها تتكلم الإيطالية مثل أهل البلد، ولا شيء يحول بينها وبين العودة إلى إيطاليا.